صباح الخير يا شباب، يا رب تكونوا بخير جميعا. طلاب ثالثه ثانوي وصلنا مع بعض لاخر حاجه هتشوفني فيها، وهي حل الامتحانات الشامله. بالله عليك الله يكرمك، قبل اي حاجه خالص ما تفكرش في اللي فات. الفيزياء خلاص عدت، الصعب صعب على الكل، مش عليك انت لوحدك. فحاول اللي انت الفتره الجايه تبدا تركز في اللي جاي. لسه والله معاك، لسه معانا كيمياء ومعانا انجليش ومعانا احياء ومعانا جيولوجيا، ولسه في ناس اللي عندها رياضه. فلسه والله كرم ربنا غير حساباتك وغير حساباتي وغير حسابات اي حاجه خالص. انت بتقعد تحسب وحساباتك بتمشي بحاجه تانية خالص، مش بحساباتك انت ولا بحساباتي، هي بحسابات ربنا. فما تفكرش في اللي فات. فاحنا ان شاء الله بامر الله بنوعدك، ان شاء الله ان شاء الله بامر الله، والله ما سايب لك اي فكره خالص. وعشان كده انا علشان اكون مطمن معاك نماذج امتحانات شاملة، اللي هي اخر حاجة هتختم بيها ان شاء الله مذاكرتك. 5 نماذج هحللك منهم 3 نماذج، وهنزل لك النموذجين التانيين بالاجابات بتاعتهم تفصيليا. ولكن الفكرة اللي انا عايز ادربك على نفس نمط امتحان السنة اللي فاتت واصعب كمان. فان شاء الله كده الناس تركز معانا، ودي اخر حاجة هتختم بيها المذاكرة بتاعتك الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول يا شباب، اول نموذج بقى معاك بيقول لك يا شباب النموذج الاول. طيب لو احنا جينا كده يا شباب في النموذج الاول بيقول لك ايه؟ A و B. A و B فلزان من فلزات العملة، يستطيع A ان يكون مع الالومنيوم سبيكة الديور الومين. طب اسمع كده كلمة للديور الومين، اول ما اسمع كلمة يا ولاد الديور الومين يبقى انا رايح لسبيكة بين فلزات. طب مين في فلزات العملة بيكون سبيكة مع الالومنيوم سبيكة بين فلزية او في الديور الومين؟ كانت عندك الومنيوم ونحاس، الومنيوم ايه ونحاس، والومنيوم ونيكل، دي سبيكه الدور الالومين. طب انت بتقول لي ان ايه بيكون سبيكه مع الدور الالومين، يبقى ده كده ايه؟ كده عنصر النحاس. طيب ويستطيع بي ان يكون سبيكه مع ايه؟ الذهب والنحاس، الاثنين في نفس المجموعه بيكونوا مع بعض سبيكه استبداليه. بيقول لي بقى اي العبارات الاتيه صحيحه من المركبات التي تثبت ان ايه عنصر انتقالي؟ احنا اتفقنا يا شباب اول حاجه يا مستر ان عناصر العمله الحاجه اللي بتثبت ان هي عناصر انتقاليه حاله التاكسد موجب 2 او موجب 3، يبقى دي كده غلط. من المركبات التي لا تثبت ان بي عنصر انتقالي بي سي ال 3، قول له لا غلط، ده هنا موجب 3، الذهب موجب 3 ده عنصر انتقالي. يمكن استخدام بي كغطاء كسودي لايه؟ طب يلا كده يا شباب، اول حاجه ادي كده عندك النحاس وادي كده ايه يو. طيب اول حاجه لو احنا جينا كده مع بعض، يمكن استخدام بي كغطاء كسودي لايه؟ طب فين ايه اول حاجه؟ ده كده ايه ودي كده بي. لو استخدمت بي مع ايه؟ بي فعلا هيكون غطاء كسودي. ليه؟ لان انا كده غطيت الفلز الاكثر نشاطا بفلز اقل نشاطا، فمعنى كده ان دي كده حمايه كسوديه. طب نشوف كده، يمكن استخدام بي كغطاء انودي لايه؟ قول له لا غلط، ده كغطاء كسودي. يبقى اذا اصبح الاجابه عندك لرقم كام؟ رقم ج. يبقى هنا السؤال ده باب اول مع مين؟ مع باب ايه؟ رابع. مجمع لك الاثنين مع ايه؟ مع بعض. طيب تعالى بقى اكس وواي، اكس وايه؟ اكس وواي. طيب لو جينا كده يا شباب، اكس وواي عنصران من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى، لكل منهما مركب يستخدم كمبيد للفطريات. اول ما اسمع كلمه مبيد للفطريات يبقى انا رايح لحاجتين، يا كبريتات منجنيز يا كبريتات نحاس. طيب اذا علمت ان العزم المغناطيسي الواي اكبر من اكس، واي اكبر من اكس، يبقى ده واي اصبح ان هو منجنيز واكس اصبح ان هو مين؟ النحاس. اي العبارات الاتيه صحيحه؟ الكتله الذريه لواي اللي هو المنجنيز اكبر من اكس، قول له لا غلط، ده اكس اكبر من واي. الشحنه الفعاله لاكس اكبر من واي. افتكر بقى وانت ماشي في الدوره نصف القطر بيحصل له ثبات نسبي، خد بالك في العناصر الانتقاليه. طيب الكتله بتبدا تزيد، جهد التآيم بيزيد، الشحنة الفعالة بتزيد، ونصف القطر طبعا هما بيكونوا متقاربين، يعني نصف القطر كده كده وانت ماشي بيقل في الدورة، يعني نصف القطر تانية ثانوي كان وانت ماشي في الدورة، الشحنة الفعالة بتزيد فنصف القطر بيبدأ يقل، فمعنى كده ان فعلا الشحنة الفعالة بتاعت اكس اكبر من الشحنة الفعالة لمين؟ لواي. يبقى الإجابة عندك تبقى رقم كام؟ رقم ب. نصف قطر اكس اكبر من واي، قول له لا غلط، تاخد التآين الأولى لواي أكبر من مين؟
اكبر من ايه يا شباب؟ اكبر من ايه؟ من اكس. قول له لا يا مستر ده ايه؟ ده طاقه التاين الاولى لواي اكبر من مين؟ من اكس. قول له لا يا مستر ده اكس اكبر من مين؟ من ايه؟ من واي. يبقى اذا يا شباب هتبقى وانت ماشي كده الشحنه الفعاله فعلا لاكس اكبر من الشحنه الفعاله مين؟ لايه؟ لواي. طيب تعالى بقى كده يا شباب، طاقة التآين الأولى الواي أكبر من إكس، خلاص كده يبقى كده الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده، من العمليات الفيزيائية التي يجب إجراؤها على خام الهيماتايت للحصول على الحديد؟ قال لك عمليات فيزيائية، يبقى ماليش دعوة بتحميص، ولا ليا دعوة باختزال، ولا ليا دعوة بتحميص. طب يبقى كده عندك العمليات الفيزيائية تكسير، تلبيد، تركيز. يبقى اذا عندي تكسير وفصل مغناطيسي، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ ج. السؤال رقم 4، الشكل التالي يمثل نوعين من انواع السبائك، اي العبارات الاتيه صحيحه؟ لو بصيت كده هتلاقي ان السبيكه واي انصاف اكترها ايه؟ متقاربه، يعني دي كده استبداليه، وهنا دخلت ذرات فلز اصغر حجما الى داخل الشبكه البلوريه، يبقى دي سبيكه بينيه. طيب السبيكة واي تتصف عناصرها، بيقول لك ايه بقى؟ اي العبارات الاتية صحيحة؟ السبيكة واي تتصف عناصرها بان لها نفس الشكل البلوري، صح، بس كمل، ومن امثلتها سبيكة الصلب. قول له لا غلط، ده سبيكة الصلب سبيكة بينية. السبيكة واي تتصف عناصرها بان لها نفس الشكل البلوري ومن امثلتها الحديد مع النيكل. فعلا يا شباب لو جينا مع بعض الحديد مع النيكل بيعمل لك يا مستر سبيكة، بيعمل لك سبيكه استبداليه، صح. طب كمل كده، عندما تتكون السبيكه اكس تزداد مين؟ تزداد الصلابه، فين بقى؟ ومن امثلتها سبيكه الصلب الذي لا يصدأ، ماشي الصلابه بتزيد، بس سبيكه الصلب الذي لا يصدأ يا مستر ده عباره عن حديد وكروم، ده سبيكه ايه؟ استبداليه. عندما تتكون السبيكه اكس تزداد الصلابه ومن امثلتها النحاس مع مين؟ مع الذهب. لا قول له ده النحاس مع الذهب سبيكه استبداليه، يبقى اذا الاجابه عندك تبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده، أي العمليات التالية تحدث لخام السيدرايت لإنتاج الحديد على الترتيب؟ علمتك الأسئلة دي قبل كده، قلت لك أول حاجة يا شباب بفكر فيها السيدرايت، أول ما أشوف السيدرايت هعمل انحلال حراري، استبعدت اختزال وتكسير وأكسدة. طب عشان أحصل على الحديد، يبقى الحديد آخر عملية هنتهي بها عملية اختزال، يبقى السيدرايت هعمل إيه؟ هعمل له انحلال حراري، يبقى هنا إداني مين؟ حديد ثنائي. عملت له أكسدة، أكسدة. اداني مين؟ حديد ثلاثي. طيب اختزال 700 900 اداني مين؟ حديد، يبقى الاجابه عندك تبقى رقم كام؟ الف. السؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ يلا كده مع بعض. اول حاجه ادرس المخطط التالي الذي تتم تفاعلاته في الظروف المناسبه. طيب نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا كده نركز بقى يا شباب، يلا كده مع بعض. بيقول لك اول حاجه اكس اهو اكس. طيب اكس اتفاعل مع بي بي مع بي بي ان او 3 باي 2 مع نترات الرصاص فاداله راسب، ومع محلول الكبريتات لا يتكون راسب، ما تكونش راسب. طيب ومع الاس كون لك راسب. يبقى احنا كده هنشوف، اول حاجه هنشوف انا عايز اعرف اكس هيبقى ايه. طيب نسمي الله كده ونصلي على رسول الله ونبدا كده نشوف اكس هيبقى ايه. مبدئيا كده انا هستبعد الكربونات خالص، هستبعد الايه؟ هستبعد الكربونات، ادي كده، او ناخدها واحده واحده كده. لو انا اعتبرت ان اكس سي يو ان او 3 باي كام؟ باي 2. اعتبرت ان واي، فين واي هنا؟ ادي كده واي. طيب واي سي يو ان او 3 النترات ما بتكونش رواسب، فدي كده غلط. طب تعالى كده ايه تاني؟ واي بي بي سي ال 2 تنفع. طب تعالى كده هو بيقول لي ان هنا اكس مع ده خلاص. طيب هنا في حاجه فيها اس، حاجه فيها ايه؟ اس. دبليو ده في حاجه فيها اس، فين دبليو هنا؟ ممكن يكون كده. طب تعالى بقى ناخدها يا اولاد واحده واحده كده ونسمي الله ونصلي على رسول الله. لو انا اعتبرت ان اكس كده يا اولاد بي اي سي ال 2 ما ينفعش. ليه؟ لان البي اي سي ال 2 يا اولاد لو البي اي سي ال 2 هتقابل هنا الكبريتات فهتكون لك راسب، فاستبعدت كده كده الف وايه؟ الف وجيم. بقى عندك ب وبقى عندك كام؟ د. طب تعالى كده لو انا اعتبرت ان اكس هي بيكربونات الفضه، طب بيكربونات الفضه هنا هتكون لك راسب، مش مشكله، اي جي تو اس مفيش اي مشكله، ولكن بقى مع مين؟ مع الدبليو. مع الدبليو كونت لك راسب، فين الدبليو؟ الدبليو ده هيبقى راسب؟ لا قول له لا، ده الدبليو ده هيبقى فيه اس، فده كده غلط.
طب تعالى كده نشوف دي سي يو سي ال 2، تعالى يلا سي يو سي ال 2 لما تتفاعل مع ده هتديني هنا بي بي سي ال 2 ده راسب. طب لما تتفاعل مع ده هتديني سي يو اس ده راسب. طب لما تتفاعل مع ده هتديني سي يو اس او 4 ده يا مستر ده زائد مش راسب. ومين تاني؟ و ان اي سي ال ده زائد برضه. يبقى اذا الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم د. طيب السؤال اللي بعد كده رقم كام يا شباب؟ رقم يا مستر رقم 7. بيقول لك محلول اكس عند اضافته الى خليط من فوسفات الباريوم وكربونات الصوديوم لوحظ اختفاء الخليط كليا. يبقى ده محلول اكس ده حمض. لذلك عند اضافه قطرات من دليل ازرق البروموسيومول الى المحلول اكس سيتلون باللون. ازرق بروموسيومول، ازرق برومو ايه؟ سيومول. طب ازرق بروموسيومول ده يا مستر ده حمض في الوسط الحامضي هيبقى لونه ايه؟ اصفر. يعني الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ب، لان احنا عارفين ان فوسفات الباريوم عباره عن راسب اصفر بيذوب في فوسفات الايه الباريوم عباره عن راسب اصفر. لا ثواني، فوسفات الباريوم عباره عن راسب ابيض بيذوب في الاحماض المخففه، اما فوسفات الفضه عباره عن راسب اصفر بيذوب في مين بقى؟ في حمض النيتريك او محلول الايه النشاتر. السؤال بعد كده يتميز محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضه بلونه البنفسجي وهو يستخدم في عمليه التحليل الكيفي، اي الازواج التاليه لا يمكن استخدام هذا الحمض في التمييز بينهما؟ طيب نسمي الله كده ونصلي على رسول الله. طيب اول حاجه نترات الامونيوم، طب النترات ما بتتاكسدش والكبريتات ما بتاكسدش، يبقى معنى كده ان هو هنا مش هيزول، لا يمكن. نترات ونيتريت هنا مش هيزول هنا يزول. كبريتات حديد 2 وحديد 3 هنا يزول هنا ما يزولش. غاز ثاني اكسيد الكربون ما بيتاكسدش بس غاز ثاني اكسيد الكبريت بيتاكسد، يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط. يبقى هو فعلا هو لا يستطيع التمييز ما بين نترات الامونيوم وكبريتات الالومنيوم. لو رجعت للثلاث اختيارات التانيين النيتريت بيتاكسد الى نترات في الاجابه ج، حديد 2 بيتحول لثلاثه يعني هيزول، حديد 3 ما بيتاكسدش، غاز ثاني اكسيد الكربون ما بيتاكسدش ولكن SO2 بيتاكسد. يبقى الاجابه عندك تبقى رقم كام؟ ا. السؤال بعد كده من خلال دراستك يلا اي العبارات التاليه صحيحه؟ ايه يستخدم في الكشف عن انيون سي؟ فين ايه؟ ال HCl. هل ينفع يستخدم في الكشف عن انيون نترات؟ قول له لا غلط. ايه يستخدم في الكشف عن كاتيوم بي؟ ايه يستخدم في الكشف عن كاتيوم بي؟ كاتيوم بي الرصاص. فعلا لو احنا جينا كده يا شباب بصينا كده على الاختيارات فعلا ال HCl بيكشف عن كاتيون الرصاص. عرفت منين؟ كاتيونات المجموعة التحليلية الأولى رصاص موجب 2 فضة موجب 1 زئبق موجب 1 لما ضف لها HCl بتترسب على هيد كلوريدات. يبقى إذن الإجابة عندك رقم كام؟ رقم ب. فعلا ال HCl بيكشف عن كاتيوم مين بي. الراسب الناتج من تفاعل CuA فين الراسب؟ CuA CuA AgCl لا يزف دي، لا ده بيزف محلول نشاتر. دي كاشف أنيوني، دي كاشف انيوني، لا قول له لا ده كاشف كاتيوني، يبقى الاجابه دي غلط. السؤال بعد كده يلا اول حاجه غاز واي كريه الرائحه يبقى H2S. خلاص كده؟ طيب هنا اتفاعل مع محلول ايه؟ مع مين يا شباب؟ مع محلول ايه؟ طيب محلول ايه؟ فالدلو ايه؟ هنا في حمض معدني. طيب وهنا في محلول ايه مثلا؟ او هنا ملح اكس، هنا في اس، يبقى هنا اقول له مثلا Na2S. اتفاعل مثلا مع حمض معدني زي HCl فاداله H2S زائد محلول مثلا اللي هو مين؟ H2S زائد محلول B وحمض معدني مخفف فاداله راسب اسود زائد حمض ثنائي البتون. هنا محلول B هيبقى CuSO4 هيديله راسب اسود CuS وحمض عالي ثنائي البروتون H2SO4. H2S مع محلول A اداله راسب اسود زائد حمض عضوي، يبقى ده كده اسيتات رصاص. فهنا هيديله مين؟ PbS زائد CH3COOH. طيب فبيقول لك ايه؟ محلول اكس، فين محلول اكس؟ فين محلول اكس؟ يكون مع محلول نترات الفضه راسب ابيض يسود بالتسخين؟ قول له لا غلط، ده راسب اسود ومهب. الغاز واي يتصاعد عند تفاعل HCl مع محلول سايوكربونات الصوديوم؟ قول له لا. ده مين يا مستر؟ ده هنا ملح، محلول مين؟ Na2A2S. عند اتحاد محلول A مع B، A مع B فين A؟
ادي كده ايه مع مين؟ مع بي. بيتكون راسب ابيض، بيتكون راسب ايه؟ ابيض. طيب فعلا مستر، لو تفتكر لو جبت اسيتات الرصاص فعلتها مع مين يا شباب؟ مع كبريتات النحاس، هيديك راسب ابيض من بي بي اس او 4، يعني الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم جيم. والله العظيم اللي هيحل الامتحانات دي اقسم بالله ما محتاج اي حاجه تانية، مع الملازم مع كل حاجه الله يكرمك. طيب تعالى بقى، في تفاعل كيميائي كان التغير في المحتوى الحراري اللي هو دلتا اتش سالب 200، يبقى ده تفاعل طارد للحراره. يبقى هنا طارد للحراره، طاقه التنشيط للتفاعل العكسي، تفاعل مين؟ العكسي. خد بالك من السؤال، طاقه التنشيط للتفاعل الايه؟ العكسي، اكبر من طاقه التنشيط للتفاعل الطردي، والتفاعل الطردي الاسهل حدوثه. فعلا صح، لو جيت فعلا طاقه التنشيط للتفاعل العكسي بتكون في التفاعل الطارد اكبر من طاقه التنشيط للتفاعل الطردي، والتفاعل بيمشي هنا يا شباب من المتفاعلات بيروح لمين؟ للنواتج، والتفاعل الطردي الاسهل حدوثه. طيب عشان هو بيكون اعلى طاقه، طيب العكس بيكون اعلى ايه؟ طاقه. طيب طب تعالى بقى، طاقه التنشيط التفاعل الطردي اكبر من العكس، يقول له غلط. الطرد اكبر من العكس، يقول له غلط. العكس اكبر من الطرد والتفاعل العكسي، يقول له لا غلط. يبقى اذا عندك الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ايه؟ الف. السؤال بعد كده حلو قوي، السؤال رقم 12 وهناخد منه فكره. اذا اضيف المزيد من واي، واي اهوت، يبقى هينشط التفاعل في الاتجاه الطردي. خلاص. طيب طب لما ينشط الاتجاه الطرد ايا مما يلي يقل. طيب خد بالك بقى، هنا اكس صلب، خلاص كده. طالما اكس هنا صلب يا اولاد، يبقى ايه اللي هيحصل؟ التركيز ثابت ولكن الكتله تقل. يبقى تاني هنا اكس صلب، واضافه اي صلب لصلب ما بتاثرش. فانا هنا يا شباب لما اضيف واي، لما اضيف واي هينشط التفاعل في الاتجاه الطردي، فلما ينشط في الاتجاه الطردي اصبح ان كتله اكس هتقل، انما التركيز هيظل ايه؟ ثابت. يبقى اذا الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم د. طيب لا سوري، كتله اكس هتقل، يبقى اذا الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. طب السؤال بعد كده، طيب ايا من المحاليل الاتيه يتلون باللون الاصفر عند اضافه المصايل البرتقالي. المصايل البرتقالي ادي كده الروي، ار احمر حامضي، او برتقالي متعادل، واي يلو اللي هو مين؟ اصفر. طيب تعالى بقى، انا عايز حاجه قاعديه. فلوريد الصوديوم، فلوريد حمض ضعيف وصوديوم قاعده قويه، يبقى فلوريد الصوديوم ده قاعدي، اسيتات الامونيوم ده متعادل، كلوريد الامونيوم حامضي، كلوريد البوتاسيوم متعادل، يبقى فلوريد الصوديوم جايه من حمض ضعيف وقاعده ايه؟ قويه، يبقى ملح قاعدي. طيب تعالى يا شباب نشوف السؤال اللي جاي عندي بعد كده. طيب عايز مين يا شباب؟ عايز كي سي. شوف الاول، اول حاجه لو بصيت للرسمه، اول حاجه الاي بدا يقل والبي بدا يزيد، يبقى الاي متفاعل والبي هيبقى ناتج. طب بص كده، الاي قد ايه والبي قد ايه؟ البي ادي كده واحد ودي كده مربعين، يعني الاي ضعف البي، ماشي. طب تعالوا بقى نسمي الله، هو عايز مين؟ انت عايز ايه يا عم؟ عايز كي سي. طب ما كي سي بتساوي نواتج على متفاعلات، يعني البي على ايه؟ الكل تربيع، هتساوي البي. البي بكام؟ واحد. طيب على الاي كانت اربعة وبعد كده ثبتت بقت 2، يبقى الايه بقى 2، بس 2 الكل كام؟ تربيع، يبقى 1 على 2 الكل تربيع بقت 1 على 4، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده، عند تنقيه الفلز اكس كهربيا من عده شوائب من فلزات اخرى ايا مما يلي صحيح؟ انا عايز انقي اكس. طب هنا يا شباب ادي كده اكس اهو، عايز انقيه. طيب عايز انقي مين؟ اكس. يبقى اكس ده يا اولاد، اكس ده قطب ايه؟ سالب، ده الانود، دي خليه جلفانيه، وده كده يا مستر ايه؟ لو جينا كده نبص نرسم الرسمه كده بشكل احسن، ده انود وده كاسود، ده موجب.
خد بالك كده انا شغال خلية جلفانية، لو تحليلية هيكون الانود موجب والكاثود سالب. توصل صوت من الفلز اكس النقي بانود البطارية وغير النقي، ده كده نقي اهو، وغير النقي بكاثود البطارية، غير النقي ده كده غير الايه، غير النقي. طيب دي كده جلفانية. توصل صاق من الفريز اكس النقي بانود البطارية وغير النقي بكاثود البطارية، اقول له صح. طب تعالى كده نكمل. جهد البطارية اللازم، دي كده لو خلية، ياخد بالك عشان محدش يتلخبط، دي كده جلفانية، لو تحليلية هيكون العكس، هيكون الانود موجب والكاثود سالب، العكس لو تحليلية. جهد البطارية اللازم لتشغيل الخلية اقل من جهد اختزال ايونات العنصر اكس، اقول له لا ده اكبر. تتأكسد ايونات الفلز اكس عند القطب الايه الموجب وتختزل ذراته، تتأكسد ايونات، مفيش ايونات اصلا بتتأكسد. تترسب الشوائب التي جهد اكسدتها اكبر من جهد اكسدة الفلز اكس اسفل الانود، ازاي يعني الشوائب اللي جهد اكسدتها اكبر من اكس؟ لا ده بتتأكسد، يبقى دي كده غلط، يبقى الاجابه رقم كام؟ تالت. السؤال بعد كده يا شباب، خليه جلفانيه اكتبها مكونه من الالومنيوم والكادميوم، اذا علمت ان جهد الاختزال للالومنيوم كذا والكادميوم كذا، يبقى احنا كده مبدئيا الالومنيوم انشط من الكادميوم. أي مما يلي يمكن يكون يعبر عن التفاعل التلقائي الحادث في الخلية. طيب نسمي الله ونصلي على رسول الله. أول حاجة الألمونيوم هيحصل له أكسدة والكادميوم هيحصل له اختزال. هنا الألمونيوم حصل له اختزال، قول له غلط، وهنا حصل له اختزال، قول له غلط. الكادميوم حصل له إيه؟ اختزال، مفيش مشكلة. كادميوم حصل له اختزال، طب مفيش أي مشكلة يا شباب عندنا. طيب تعال بقى نروح للإي إم إف. الإي إم إف هاخد جهد اكسده الالومنيوم بكام؟ بواحد وسته وسبعين، بواحد وسبعه وستين زائد اختزال ده بكام؟ بسالب ربعميه وكام؟ ربعميه واتنين. طيب سالب ربعميه واتنين، لو جيت كده يا شباب اول حاجه بص كده يا شباب معانا، ادي كده يا مستر كده واحد وسبعه وستين زائد سالب زيرو بوينت اربعه زيرو اتنين. طيب لو جيت تحسبها يا شباب هتطلع معاك بكام؟ بواحد بوينت كام؟ واحد بوينت كام؟ ستة، احنا قلنا هنا كام؟ واحد وسبعة وستين، ده اكسدة الالمونيوم. واختزال الكادميوم هيبقى بكام؟ بسالب ربعمية وكام؟ واتنين. طيب لو جيت تحسبها يا شباب، لو جيت تحسبها، طب انا كده عايز الايه؟ عايز اختزال الكادميوم. طب ما اختزال الكادميوم يا شباب هنا هيكون برضو بالسالب، عايز اختزال الكادميوم، كده اختزال الكادميوم هيكون بالسالب، دي لو الكاف ده الكاف كلها. طيب هنا الكادميوم هيحصل له عملية اختزال، يبقى إذن الإجابة هتبقى رقم كام؟ رقم ألف. طيب يبقى تاني يا شباب نسمي الله ونصلي على رسول الله، الكادميوم حصل له إيه؟ اختزال، والألمونيوم حصل له أكسدة، فاستبعدت ده عشان الألمونيوم حصل له اختزال. طب ما هنا الكادميوم يا شباب هيختزل، مفيش أي مشكلة، ولكن جهد اختزاله برضه هيبقى بكام؟ هيبقى بسالب 400 وكام؟ واتنين، يبقى إذن الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ألف. انما لو عايز القاف ده الكاف كلها هو عايز الجهد الاختزال التلقائي. طيب لو عايز القاف ده الكاف كلها يبقى انا كنت هجمع زي ما انا كنت بعمل الايه الاول، بس انا مش محتاجها، انا كل بس اللي انا عايز اعرفه هنا في السؤال مين انود مين كاسود، مين اللي هيحصل تلقائي؟ الالومنيوم هيحصل له اكسده، انما الكادميوم هيحصل له عمليه يا شباب ايه؟ اختزال. شوف كده يا شباب السؤال مع بعض رقم كام؟ رقم 17. طيب المغنيسيوم حصل له اكسده والذهب حصل له عمليه اختزال، يبقى اذا المغنيسيوم انشط من مين؟ من الذهب. وطبعا هنروح لمتسلسله النشاط الكيميائي، فان الرمز الاصطلاحي مبدئيا كده انا هبدا بالمغنيسيوم عشان المغنيسيوم انود حصل له ايه؟ اكسده، والذهب هيحصل له اختزال. طيب ام جي حصل له اكسده صح، والذهب حصل له اختزال، بس الشحنه بتاعتك مش موزونه فدي كده غلط. هنا المغنيسيوم حصل له اكسده 3 في موجب 2 بموجب 6، وهنا 2 في موجب 3 بموجب 6، يبقى هنا ده فقط 6 وده اكتسب 6، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. طيب السؤال بعد كده يا شباب، خليه جلفانيه تتكون من قطب الهيدروجين القياسي والفلز اكس، فاذا علمت ان الالكترونات تتحرك من اكس الى القطب الهيدروجين القياسي، يبقى اكس انود والهيدروجين كاثود. فاي مما يلي صحيح، في قطب الهيدروجين القياسي، في قطب الهيدروجين القياسي، في قطب الهيدروجين يقل البي اتش، ده الهيدروجين هيحصل له عمليه اختزال، وطالما هيحصل له عملية اختزال يبقى تركيز الـ H هيقل، الـ OH هتزيد، الـ BH هيزيد، الـ BOH هتبدأ تقل. طب خلاص كده؟ طيب نسمي الله كده ونبدأ نصلي على رسول الله ونبدأ نشوف. يبقى هنا من إيه؟ من السؤال قال لي تتحرك الإلكترونات مستر نحو مين؟ نحو X.
من ايه؟ من اكس القطب الهيدروجين، يبقى اكس شغال انود والهيدروجين شغال كاثود. في قطب الهيدروجين يقل البي اتش، قول له لا ده البي اتش هتزيد. في قطب الهيدروجين يقل الاتش، يقل الايه؟ الاتش، وتزداد كتله قطب القطب اكس، قول له لا ده اكس انود فكتلته هتقل، قول له دي كده غلط. في قطب الهيدروجين يزداد الاو اتش، ما الاتش هتقل الاو اتش هتزيد، وتقل كتله القطب اكس، قول له صح، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. السؤال بعد كده، عند توصيل بطاريه رصاص غير مشحونه ببطاريه اخرى جهدها اعلى بقليل من بطاريه الرصاص الحمضيه، يبقى ده كده تفاعل شحن. طيب، فان التفاعل الحادث عند القطب السالب للبطاريه الرصاص الغير مشحونه، طب نسمي الله دي البطاريه، ده سالب وده موجب. السالب كان انود في التفريغ، البي بي كانت بتتحول الى بي بي اس او 4. طيب هنا البي بي او 2 كانت بتتحول الى بي بي اس او 4، ده موجب 4، ده موجب 2، ده 0، ده كده موجب 2. طيب الشحن، والله يا اولاد هو عايز مين؟ عايز القطب السالب، القطب الايه؟ السالب. خد بالك يا اولاد الاقطاب خليها زي ما هي، اعكس بقى العمليات. طيب ده كان سالب صح؟ ده كان ايه؟ سالب. طب ده ما كان هنا سالب، هو عايز القطب السالب هيتم زي ما هو، بس هنا مين اللي هيتحول بقى؟ هتبدا تتحول البي بي اس او 4، هتكتسب 2 الكترون، اعكس بقى عشان تتحول الى مين؟ الى بي بي زائد مين؟ اس او 4. يبقى عندك الاجابه رقم كام؟ رقم ج. يبقى انت الله يبارك لك، ده تفاعل تفريغ، ده سالب وده موجب، الاقطاب زي ما هي. طب هتشحن، العمليات بتنعكس، يعني عند القطب السالب البي بي موجب 2 هيتحول الى بي بي. طيب البي بي موجب 4 موجب 2 اللي اتكون عندي هنا كان موجب، هيبدا يتحول الى بي بي موجب كام؟ موجب 4. طب هو عايز القطب السالب، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج اهي. خلي بالك من السؤال ده، بطاريه الرصاص، الرصاص عليه سؤال في الامتحان، رصاص هيبقى خليه الرصاص، بطاريه الرصاص هتبقى عليه، هيبقى عليها سؤال في الامتحان، خلي بالك منها. طيب السؤال بعد كده، طيب بقول لك يا شباب السؤال اللي بعد كده رقم كام؟ رقم 20. إذا علمت أن جهد أكسدة عنصر كذا، إكس كذا، فإن العنصر إكس الذي يمكن استخدامه كغطاء كاثودي لإكس، طب غطاء كاثودي لإكس يبقى لازم يكون أقل منه. طيب، عنصر جهد اختزاله سالب 1.66 يعني أكسدت 1.66، قول له لا غلط. عنصر جهد أكسدته كذا، قول له لا غلط. عنصر جهد اختزاله، جهد إيه؟ جهد اختزاله سالب 23% يعني اكسدته 23% يعني اقل منه، صح فعلا. يبقى اذا انا عايز غطاء كاثودي، طالما غطاء كاثودي هنا يا شباب يبقى هروح لعنصر اقل منه في النشاط. طب هنا ده 557، يبقى هروح لعنصر جهد اكسدته اقل منه، يبقى اقول له الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ب. شوف كده يا شباب مع بعض السؤال 21. طب السؤال 21 بيقول لك كحول ثنائي الهيدروكسيل C2H6O2، يبقى ده كده الكام مع او، يبقى ده كده يا شباب اسيلين جليكول اهو. طيب C3H4O4 ده كده حمض، طب الحمض ده شكله يا شباب، نشوف كده مع بعض. لو جينا كده للحمض، الحمض ده هتبقى صيغته يا شباب ادي كده يا مستر سي، هنا او وهنا اتش او، هنا سي H2 C هنا O هنا OH زائد الإسيلين جليكول HO CH2 CH2OH. طب هعمل ايه بقى يا شباب؟ بص كده الله يبارك لك، لو جينا كده مع بعض الحمض من هنا هيخرج OH، ومن هنا هخرج جزيء ميه اهو، ومن هنا الكحول هيخرج H. طب ما كده اتبقى لك ايه يا شباب؟ كده لو شفنا كده مع بعض اللي اتبقى، هيتبقى ايه؟ ادي كده سي هنا او سي اتش 2 بالمره بالتكاثف بنزع جزيء ميه، هنا او هنا او سي اتش 2 سي اتش 2 هنا او. طيب وهكذا، يبقى انا من هنا انا هنتهي بالسي او، ماشي. طيب عايز الرسمه دي سي او CH2 CO هنا O CH2 CH2 هنا O، يعني الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. يبقى تاني يا شباب السؤال ده الله يكرمك، هنا ده حمض أهو ثنائي القاعدية، طب الحمض من هنا خرج HO مع الكحول H جزيء مية،
ومن هنا خرجت جزيء ميه، ومن هنا هيخرج اتش، وهكذا العمليه طبعا مستمره. يبقى انت عندك الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. طيب السؤال بعد كده، قيمه بي او اتش الحمض الاسيتك يتفكك بنسبه. طب انت عايز البي او اتش، مش ده حمض، هات الاتش، يبقى الاتش بتساوي طيب الفا في مين؟ الفا في سي، الفا في سي ايه. طيب ما هو مفيش كي هنا، طب السي الالفا بكام؟ ب2 و3، مديك نسبه يبقى هات الدرجه على 100 في كام يا شباب؟ في 2 من ايه؟ 2 من 1000. لو جيت تحسبها يا شباب هتطلع معاك تقريبا الفا بكام يا شباب؟ او هتطلع معاك هنشوف كده، الفا الاتش هتطلع معاك بكام؟ ادي كده الاتش، الاتش بكام؟ نحسبها كده مع بعض، 2 و3 على كام؟ على 100 في 0.002 يساوي. طيب طلعت معاك بكام؟ ب 4 و6 في 10 اس سالب 5. طب انت عايز مين؟ عايز البي او اتش. طب ما تجيب البي اتش الاول. طيب البي اتش كده دي معاك، معاك الاتش، يبقى راح اجيب البي اتش، يبقى البي اتش بتساوي سالب لوغاريتم كام؟ 4 و6 في 10 اس سالب 5. يبقى هنا سالب لوغاريتم انص يساوي كام يا شباب؟ طلعت معاك البي اتش بكام؟ ب 4 و33. انت عايز مين؟ عايز البي او اتش، يبقى البي او اتش بتساوي 14 ناقص كام؟ 4 و3 وكام؟ و30. تطلع معاك يبقى 14 ناقص انص يساوي كام يا شباب؟ تطلع معاك 9 وكام؟ و66. يعني الاجابه هتبقى رقم كام؟ ج. يبقى انت الاول جبت ايه؟ جبت اتش. بعد ما جبت اتش رحت جبت البي اتش سالب لوغاريتم انص. بعد كده عايز البي اتش ب 14 ناقص مين؟ ناقص البي اتش يديك كده. طيب 43، ثلاث مشتقات للهيدروكربونات A و B و C. A شحيح الذوبان في الماء ويكون روابط هيدروجينيه بين جزيئاته. طالما يا شباب A شحيح الذوبان في الميه وبيكون روابط جزيئيه، روابط هيدروجينيه بين جزيئاته، يبقى يا حمض يا كحول. ايه ده؟ خلاص حمض يا ايه؟ يا كحول. بس ثواني، ايه شحيح الذوبان في الميه؟ ما بيدوبش وبيكون روابط هيدروجينيه، يبقى معنى كده ولا حمض ولا كحول، ده فينول، ده فينول، ده فينول. يبقى استبعدت الحمض واستبعدت الكحول، ده فينول، لان الفينولات شحيح الذوبان، الفينول شحيح الذوبان في الميه. بي يقبل الاختزال ولا يقبل الاكسده بالعوامل المؤكسده العاديه، يبقى بي ده بيقبل الاكسده، بيقبل الاختزال ولا يقبل الاكسده. يبقى كده بي الحمض بيقبل الاختزال ولا يقبل الاكسده، والكيتون كذلك زي ما احنا ماشيين. تعال بقى، بي يقبل، سي غير مشبع ويتفاعل بالاستبدال. طب غير مشبع ويتفاعل بالاستبدال، مين الغير مشبع وبيتفاعل هنا يا شباب بالايه؟ بالاستبدال. طب لو جينا كده نشوف غير مشبع وبيتفاعل بالاستبدال، طيب هنا سي 3 اتش 4 ده كده متماشي مع الصيغه يا مستر، سي 3 اتش 7 سي، يبقى هنا كام؟ لو قلت القين سي 3 2 في 3 بكام؟ ب 6 ناقص 2 4، لا الالكين بيتفاعل بالاضافه ما بيتفاعلش بالاستبدال. طب سي 7 اتش 6 او 2، طب تيجي كده نشوف صيغتها، ده كده يا اولاد حمض مين؟ حمض البنزويك، ده بيتفاعل بالاستبدال، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ج. طيب السؤال بعد كده، ثلاث مركبات عضويه A و B و C صيغتها الجزيئيه كذا، سي 2 اتش 4 او 2، يبقى ده كده حمض الاوكزاليك، حمض الاوكزاليك. سي 3 اتش 6 او 3، يبقى ده كده يا شباب حمض اللاكتيك. طيب سي 2 اتش 6 او 2 ده الايثيلين جليكول. طيب ترتيبها على حسب الروابط الهيدروجينيه، مبدئيا كده حمض الاوكزاليك كل مجموعه كربوكسيل بتكون لك يا اولاد رابطتين هيدروجينيتين، يبقى ده هيكون اربع روابط هيدروجينيه. طب هنا دي واحدة والحمض اتنين، يبقى ده كده تلاتة. طيب دي واحدة ودي واحدة، لو اتش ولو اتش، يبقى ده اتنين. طيب مجموعة الحمض بتكون رابطتين ومجموعة الكحول بتكون رابط، يبقى مين أعلى؟ هيبقى السي ثم البي ثم الاي، يبقى سي ثم بي ثم اي، يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ سي، سي ثم بي ثم اي، يبقى الإجابة عندك يا شباب هتبقى رقم كده كام؟ سي ثم بي ثم اي، سي اكبر من بي اكبر من مين؟ من ايه؟ يبقى عندك في اجابتين كده صح، سي وبي، سي اكبر من بي اكبر من ايه؟ من ايه؟ يبقى الاجابه دي ودي صح يا ولاد، يبقى ايه ده او ايه ده او بي ايه تنفع، دي او دي تنفع، سي اكبر من بي اكبر من ايه؟ من ايه. طيب السؤال بعد كده، حمض كربوكسيلي، حمض ايه؟ كربوكسيلي
أليفاتي مشبع أحد الكربوكسيل يتفاعل مع كحول أليفاتي أحد الهيدروكسيل واي. فإذا علمت أن كل منهما يحتوي على مجموعات ميثيلين واحدة فإن الإستر الناتج زد يسمى إيثانوات أيزوبروبايل. يبقى حمض كربوكسيل أليفاتي مشبع يتفاعل مع كحول أليفاتي. فإذا علمت أن كل منهما يحتوي على مجموعة ميثيلين واحدة. طيب طب تعالوا كده ناخدها واحدة واحدة. إيثانوات أيزوبروبايل، طب ما تيجي ترسم كده الإيثانوات. يلا إيثانوات CH3COO أيزوبروبايل C. طيب هنا إيثانوات أيزوبروبايل، طب إيثانوات أيزوبروبايل أدي كده C، هنا H، هنا ده كده إيه؟ كده الحمض C، هنا كده يا شباب إيثانوات أيزوبروبايل، طب أدي كده الأيزوبروبايل، أدي كده CH3 وهنا H. طيب إيثانوات أيزوبروبايل، طب بس ده كده لو أنا جيت أجيب الحمض هنا H، هنا OH وهنا H، فده اصلا ما فيهوش اصلا اي مجموعات ميثيلين، ما فيهوش اي مجموعات ميثيلين خالص، ولا ده فيه مجموعات ميثيلين، فدي كده غلط. طب نجرب به بروبانوات البروبايل، بروبانوات CH3 CH2 COO بروبايل C3H7. لو جيت تقسم المركب نصين ادل ده OH وادل ده H، فده فيه مجموعة ميثيلين واحدة. طب ما تيجي كده نشوف C3H7 OH، يبقى CH3 CH2 CH2 OH، لا ده كده في مجموعتين ميثيلين، يبقى دي كده ايه الجيم ده كده ايه غلط. طيب طب تعالى كده إيثانوات البروبايل، إيثانوات خلاص احنا استبعدنا الإيثانوات خلاص. بروبانوات الإيثايل، يلا نشوف بروبانوات، بروبانوات CH3 CH2 COO C H2 CH3 S، ده هياخد H وده هياخد OH، ده عنده مجموعة ميثيلين واحدة وده عنده مجموعة ميثيلين واحدة، يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم د. طيب لو جينا كده يا شباب نشوف السؤال اللي بعد كده. طيب إيه وبين من مشتقات الهيدروكربونات يشتركان في بعض الخواص الكيميائية، حيث يشتركان في بعض الخواص اللي هي الكيميائية. طيب أول حاجة حيث أن إيه؟ طيب حيث أن إيه يدخل في صناعة الحرير الصناعي، مين اللي بيدخل في صناعة الحرير الصناعي؟ هروح للاستخدامات، عندك حمض الأسيتيك. بي يدخل في القضاء على السأليل الجلدية وحب الشباب، يبقى ده كده يا ولاد حمض السلسليك. طيب فإن A وB، إيه حمض أليفاتي؟ خلاص استبعدت دي واستبعدت دي. وبي حمض أروماتي، يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ ألف، وهرجع للاستخدامات. طيب السؤال بعد كده، طيب عند 25 يذوب ملح سيانيد البوتاسيوم في الماء وينتج محلول، محلول طيب سيانيد البوتاسيوم اهو KCN. طيب قاعدة قوية حمض ضعيف، يبقى ده محلول قاعدي. قيمة pH له اكبر من 7، قول له لا ده pH بتاعته اكبر من 7. قيمة pH له اقل من 7، قول له لا اكبر. OH له OH له أكبر من كام؟ من 10 أس سالب كام؟ 7 ماشي. ويحدث تميل لكاتيون البوتاسيوم، قول له لا ده التميل هيحصل للسيانين. H الهيدرونيوم له أقل من كام؟ من H من 10 أس سالب 7، ويحدث تميل لأنيون السيانيد. ما المسؤول هنا يا ولاد عن إيه؟ عن اختلال هنا الإيه؟ التفاعل هنا مين؟ السيانيد، لأن السيانيد جاي من حمض مين؟ ضعيف، يعني الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم د. طيب السؤال بعد كده بيقول لي إكس وواي مركبان عضويين، مركبان عضويين من الهيدروكربونات، المركب A يحضر بالتقطير الجاف في الملح بنتانوات الصوديوم، بنتانوات يعني 5، طالما بنتانوات يبقى مستر الالكان الناتج هيكون اقل كربونة، يعني C4H كام؟ H10 بيوتان. طيب المركب B يحضر بنزع الماء من الكحول الايزوبروبيلي، يبقى ده المركب B هيبقى بروبين. طيب المركب ايه؟ الكان غازي، الكان غازي صح، يبقى استبعدت دي واستبعدت دي، لا سوري ثواني كده. طيب المركب ايه؟ خلاص الكان غازي وبي اكثر نشاطا من ايه؟ اصح لو انت جيت فعلا الالكين اكثر نشاطا من الالكان، يعني دي صح. طب نكمل كده، بي الكين غازي، بي الكين غازي ماشي، وايه اكثر نشاطا من بي؟ قول له غلط. بي الكين سائل، قول له لا غلط ده الكين غازي، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ الف. شويه اسئله والله العظيم عايزه طالب، يعني مش عايز اقول لك يعني. طيب هنا الكان معاه 2 او، يبقى خلاص ده كده ايه؟
ده كحول ثنائي الهيدروكسيد. اعمل له اكسده تامه، اعمل له اكسده ايه؟ تامه. لما تعمل له اكسده تامه اداك مين بقى يا شباب؟ سي ان اتش 2 ان ناقص 2 او 3. خلاص كده؟ طيب طب تعالى كده يا شباب، سي ان اتش 2 ان ده كده حمض، حمض اهي مجموعه الحمض. طيب واو كام؟ او 3، او كام؟ 3. طيب هنا كده يا شباب ده كده كحول ثنائي الهيدروكسيد، يعني كحول فيه 2 او اتش، ما اعرفش بقى فيه قد ايه. طيب ايه اسيلين جلايكو؟ مفيش مشكله. طب بس لما تعمل له اكسده تامه هيديك مين؟ هيديك حمض الاوكزاليك. طب ما حمض الاوكزاليك ده فيه 4 او، فده كده غلط. بروبيلين جلايكول، طب ما تيجي كده نشوف في بروبيلين جلايكول سي اتش كام؟ 3 سي اتش او اتش سي اتش 2 او اتش. تعالى اعمل لها اكسده كده، لو عملناها اكسده دي هتروح لكيتون ودي هتروح لحمض، يعني الاكسده هيبقى سي اتش 3 سي هنا او سي او او اتش. تعالى كده نشوف هتبقى ماشيه مع الصيغه دي ولا لا. يلا سي ان السي ب 2 ماشي، لا السي ب 3 اتش، 3 و3 4، 3 و3 4، 2 في 3 ب 6 ناقص 2 بقت 4 فعلا. او كام؟ او 3. يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ هتبقى رقم ب. يبقى تاني البروبيلين جلايكول، خلاص ده بروبيلين جلايكول. هعمل له اكسده، دي كحول ثانوي بتتاكسد لكيتون ودي كحول اولي بتتاكسد لحمض، هات الصيغه بقت رقم كام؟ رقم ب. يبقى سؤال محترم. طيب 30 ادرس المخطط التالي الذي تتم تفاعلاته في الظروف المناسبه لكل تفاعل. طيب ايه هدرجه على خطوتين؟ يبقى ايه ده؟ القاي بي الكيان ده كده سي 4 اتش 9 سي او بنتنوات الصوديوم، يبقى بي ده كده سي 4 اتش 10، يبقى ده كده سي 4 اتش 2 في 4 8 6 اسمه بيوتاي. فإن ناتج الهيدرة الحفزية لمركب ايه؟ صلى على النبي، مستر عبد الفتاح كان بيقول لك ان الهيدرة الحفزية لأي الكاين بتعطي كيتون باستثناء الايسين بتعطي الدهيد. طب انا هنا معايا بيوتاين، يبقى انا لازم يكون عندي كيتون، يبقى هنا يا شباب هستبعد الاجابه رقم ا وج و ايه ود، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ب. يبقى انا هنا بستنتج في السؤال ان الهيدره الحفزيه لاي الكاين تعطي كيتون باستثناء الايساين تعطي الدهيد. خد بالك من الاسئله الله يبارك لك. السؤال رقم كام؟ 41 31 دي يا مستر كبريتات بروبايل هيدروجينيه اديتها ميه فهتديني يا ولاد كحول، تديني مين؟ عند 110. عند كام؟ عند 110. طب دي كده يا مستر دي اما اداها ميه هتديني سي اتش 3 سي اتش او اتش سي اتش 3. طب لو عملتها تحلل حراري هتديني مين؟ تديك بروبين سي 3 اتش كام؟ اتش 6 بروبين. فبيقول لي بقى ايه واحد بروبانول؟ قول له لا غلط. ايه اتنين بروبانول وبي بروبين؟ قول له اه صح. لا ثواني كده، الإجابة أ أ أ أ واحد بروبانول وبي بروبين، قول له غلط. ب الإجابة ب، اتنين بروبانول صح وبي بروبين، قول له أه صح. يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب، لأن إحنا كنا بنقول إن الألكين الوحيد اللي بيعطي بالهيدرة الحفزية أو بالإيماء الحفزية كحول أولي هو مين يا شباب؟ هو الإيسين. السؤال بعد كده، العمليات التالية تؤدي إلى الحصول على حمض البنزويت من ملح الحمض أروماتي يستخدم كمادة حافظة للأغذية في الظروف المناسبة. يبقى ده كده يا شباب حمض مين؟ بنزوات صوديوم. بنزوات إيه؟ صوديوم. بنزوات الصوديوم هعمل لها تقطير جاف. تقطير يا شباب؟ تقطير جاف. طيب هيديك مين يا شباب؟ هيديك بنزين. طيب البنزين هعمل له ألكالة، هيديك طولوين. الطولوين هعمل له أكسدة، هيديك حمض بنزويك. طيب يبقى أنا كده هعمل أول حاجة تقطير جاف. تقطير إيه؟ جاف. إداك بنزين، البنزين ألكالة، إداك طولوين، طولوين أكسدة. يبقى الإجابة عندك تبقى رقم كام؟ ألف. السؤال بعد كده بقى، الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، لكل سؤال عندك درجتين. المركب المقابل يسمى بالأيوباك، يلا نسمي الله كده. أدي كده سي، هنا مين؟ اتش، وادي كده يا شباب سي اتش كام؟ 3، وادي كده يا مستر كمان سي اتش 3.
كم؟ هنا سي، هنا اتش، وهنا سي 2 اتش 5، وهنا سي اتش كام؟ 3. خد اطول سلسله كربونيه، يلا اطول سلسله كربونيه. طيب هنا 1 2 3 4 5، يبقى هنا 1 2 3 4 5. طيب يبقى هنا لما اجي اسمي 1 2 3 4 5 يبقى 2 و3 ثنائي مصايل، 2 و3 ثنائي مصايل بنتان، 2 و3 ثنائي مصايل بنتان، ثبت دي. ولا يحتوي على مجموعات مثيلين، قول له لا ده في مجموعات مثيلين، لان الايصايل عباره عن سي اتش 2 سي اتش كام؟ 3. يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. يبقى تاني كده يا شباب. طيب مستر يبقى هنا ولا يحتوي على مجموعات مثيلين، قول له غلط ده في مجموعات مثيلين، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ الف. يبقى تاني جيت فكيت المركب عادي، اي سي اتش 3 بعتبرها تفرع، سي 2 اتش 5 برضك بعتبرها تفرع مش من ضمن السلسله، الحاجه الوحيده اللي بعتبرها من ضمن السلسله هي الميثيلين سي اتش 2. فكيت المركب بقى 1 2 3 4 5، هنا المركب لما اجي اسميها اقول له 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان ويحتوي في تركيبه على مجموعات ميثيلين، مجموعات ميثيلين واحده، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ ألف. السؤال بعد كده، المخطط المقابل يوضح بعض التفاعلات التي تحدث في الظروف المناسبة. أكسدة الحديد سخنها بمعزل الهواء فاداله حديد ثنائي. طيب زائد مين بقى؟ سي او، المفروض سي او يا شباب، هنا سي او، سي او هنا دي بيختزل مش بتتأكسد، كربون مجزأ. طيب يبقى ده سي او 2 وده سي او، في او هنا. طيب تعالى بقى، ايه لما يتأكسد؟ هيديك اف اي 2 او 3. ده لما يختزل مع مين؟ مع السي، مع الكربون، هيديك 2 سي او اختزل. طب السي او مع ده عند 200 وكام؟ و50، هيديك اف اي 3 او كام؟ او 4. تعالى بقى بيقول لك ايه؟ اول حاجه المركب ايه؟ دي اف اي 2 او 3، دي اف اي 2 او 3 ماشي، والمركب اي اف اي او، قول له لا كده غلط. طيب A F E O ماشي صح، والمركب C، المركب C C O 2، قول له لا غلط. طيب تعالى بقى هنا يا شباب، المركب C C O 2، المركب A C C O 2، C فين C؟ C C O 2، قول له لا ده C O، استبعدتها كده خلاص. طب تعالى كده يا شباب، ودي كده بدل ما هي C C C هتبقى C O، دي كده تعديل عندك، ده هتبقى C O. المركب E Fe3O4 صح، والمركب B CO2، يبقى الإجابة عندك ده هتبقى إيه؟ صح. طيب السؤال اللي بعد كده، يلا بقول لك يا شباب، السؤال اللي بعد كده، التفاعلات الآتية، أبخرة برتقالية حمراء، يبقى أول ما أشوف كلمة برتقالية حمراء يبقى أنا عندي بروم. طيب تعالى بقى، راسب أسود يزف في حمض النيتريك، يبقى ده كده CuS. ده راسب يزف في محلول الامونيا، احنا كده عرفنا يا شباب ده كده مين اللي مين اللي اكس يتفاعل معاه يديك بي ار 2، خلاص احنا عرفنا ان 2 هيبقى اتش 2 اس او 4، 2 هيبقى اتش اس او 4، 2 اتش اس او 4، احنا عايزين كده 2. يلا كده يا شباب احنا بندور على 2 اللي هو هيبقى اتش 2 اس او 4. طيب ماشي، 2 هيبقى اتش 2 اس او 4. طيب ده كده مين اكس؟ وده كده 3 2، ده 2 هيبقى اتش 2 اس 4، يبقى دي كده صح معايا، اتش سي ال دي كده غلط، ودي كده معايا، يعني الف وجيم ودال معايا. راسب اسود يزف في حمض النيتريك، راسب اسود يزف في حمض النيتريك، طب راسب اسود يبقى معايا نحاس، معايا مين؟ معايا نحاس، معايا نحاس اللي هو سي يو اس. طيب هنا سي يو اس هيتفاعل معاه واحد. طيب عايزين بقى كده يا شباب نشوف السؤال بتاعنا هيبقى ايه، واصل لايه. طيب هنا اكس هيتفاعل مع ايه يديك سي او اس؟ في غاز، هنا الغاز اعتبرته ان هو اتش 2 اس، يعني واحد اتش 2 اس ماشي، يبقى استبعدت دي كده، يبقى معايا مين ومين؟ الف وجيم. كمل بقى معايا. طيب هنا راسب يزف في حمض النيتريك، طب لو اعتبرت ان اكس سي يو بي ار 2، ما لازم يكون عندك فيها بروم، اكس لازم يكون فيها بروم، اكس لازم يكون فيها بروم، يبقى هنا وهنا صح. طيب رقم 3 بقى، طيب رقم 3 اداك راسب يزف في حمض النيتريك، ده هنا مين اللي هيرسب البروم؟ يبقى 3 ده هيبقى محلول نترات الفضه، يبقى هنا راسب راسب يزف في مين؟ في NH4OH، يبقى ده كده AGA BR،
يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ ألف. يبقى أنت أول ما تشوف سؤال زي كده، أبخرة برتقالية حمراء، يبقى عندك بروم، يبقى إكس فيه بروم، خلاص طيرت خلاص. طيب يتفاعل مع مين؟ مع H2SO4. طب هنا رصب أسود، يبقى لازم يكون فيه هنا S، يبقى H2S هنا يا شباب. طيب طب تعالى كده لو بصيت على مين تاني؟ هنا اكس يتفاعل مع مين عشان يديك رصب يازوت في محلول نشادر؟ مع نترات مين الفضه اللي هو اي جي اي بي ار. السؤال اللي بعد كده بيقول لك عينه غير نقيه من كلوريد الصوديوم، طيب كتلتها 8 جرام، اذيبت في الماء ثم اضيف اليها وفره من اسيتات الصوديوم فتكون الرصب، فتكون كذا. طيب الرصب كتلته كام؟ 3 جرام. فان كتله الكلورايد في العينه ونسبه الشوائب، خلاص كده علما بان الشوائب غير متابعه، خلاص ايه المشكله؟ كلوريد الصوديوم متفاعل مع اسيتات الرصاص. يبقى انت كده كطالب شاطر، يلا كده مع بعض واحده واحده الله يكرمك. اول حاجه ان اي سي ال لما تتفاعل مع اسيتات الرصاص هتديك الرصب في الاخر بي بي سي ال 2. اوزن معادلتك هنا 2. عايز كتله الكلور كتله في العينه ونسبه الشوائب، هات نسبه ده الاول. الان اي سي ال بكام؟ ب 58.5 في 2. جت منين؟ 23 زائد 35.5. هنا الكتلة بتاعته اكس. البي بي سي ال 2 لو جيت يا ولاد تجيب البي بي سي ال 2، طيب هنا البي بي سي ال 2 عشان ما نضيعش وقت كده يا شباب، هنحسب كده الايه البي بي سي ال 2 بكام عشان ما نضيعش معاك وقت في الايه في الحسابات. البي بي سي ال 2 لو جيت تحسب يا شباب البي بي سي ال 2، البي بي بكام؟ ب 200 وكام و7، والسي ال ب 5.5 في 2، يعني لو حسبتها تطلع معاك 278. طيب هنا الكتلة الرصب كام؟ 3. طيب اعرف اجيب اكس، يبقى اكس بتساوي هتطلع معاك 1.26. 1 وكام و26. طب انا عايز اجيب نسبة الشوائب، هات نسبة النقاء الاول. يبقى 1.26 على الكتلة كلها اللي هي كام بقى؟ 8 في كام؟ في 100، يديك النسبة المئوية، النسبة ليه المئوية؟ يبقى انت كده يا شباب كام بقى؟ 1.26 على كام؟ على 8 يساوي في كام؟ في 100. يبقى انت عندك نسبة ايه؟ نسبة الـ NaCl بتساوي كام؟ بتساوي 15.75. طب بس انت عايز نسبة الشوائب، نسبة ليه الشوائب؟ يبقى الشوائب بتساوي 100 ناقص 15.75. 15 وكام؟ 15 وكام يا شباب؟ و8 من 10 يعتبر. تطلع معاك بكام؟ ب 84.2 من 10، 84.2 من 10، دي كده 15.8 من 10. طلعت معاك ب 84.2 من 10، يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط. يعني الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ ألف. طب ما أنا عايز أكمل السؤال، هو عايز نسبة الكلور في العينة. طب تعالى كده نعملها كده مع بعض، عايز نسبة الكلور، يبقى تاني أنا هنا جبت مين؟ كتلة الـ NaCl قسمتها على 8 وضربتها في 100 إداني النسبة المئوية 15.8 من 10، بس دي نسبة NaCl. طب هو عايز مين؟ عايز الشوائب، هطرح من 100، 100 ناقص 15.8 من 10 تطلع معاك 84.2 من 10. عايز بقى كتلة الكلور، كتلة الإيه؟ الكلور. إيه المشكلة؟ بص يا عم، NaCl هعمل علاقة ما بينها وبين الكلور، ده ب 58 و ونص، عارف جت منين؟ 23 زائد 5.5 ده ب 35.5. طيب الكلور هحط تحته اكس، كتلة ده انت لسه مطلعها بكام؟ 1.26 وهنا اكس، يبقى ده كده يا شباب هقول 1.26 في 35.5 على كام بقى؟ على 58.5. 58 وايه؟ 58 وايه ونص؟ 58.5 يساوي كذا، هضرب في كام؟ 58.5 تطلع معاك بكام يا شباب؟ لو جيت تحسبها هتطلع معاك بنفس الرقم 0 بوينت كام؟ 0 بوينت كام؟ 7 كام؟ 7.66. يعني الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ 1000. ودي من المسائل اللي دايما بتيجي ثانويه عامه ومسائل مشهوره قوي في ثانويه ايه عامه. السؤال بعد كده يا شباب، عند اذابه، خد بالك دي مول من حمض احاد ضعيف احاد القاعديه لتكوين محلول حجمه كذا، كانت بي اتش لو كذا، عايز الكي ايه؟ طب ايه المشكله يعني يا شباب؟ صل على رسول الله كده الاول. عايز كي ايه؟ انت عندك الاتش بتساوي جذر كي ايه في سي ايه، يبقى الكي ايه بتساوي اتش الكل كام؟ تربيع على مين؟ على سي ايه. خلاص كده؟ طيب الاتش مديك البي اتش
هات ال H يبقى ال H بتساوي شيفت لوج سالب الرا، يبقى 10 أس سالب 3 وكام وخمسة من 100 الكل تربيع على كام بقى يا شباب؟ على التركيز. التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر. يلا هات التركيز، 2.5 في 10 أس سالب 2 على الحجم باللتر اللي هو كام بقى؟ 350 في 10 أس سالب 3، يطلع معاك بكام؟ ب 71 من 1000. 71 من 1000. طيب يبقى احنا كده هنقول كام بقى؟ 10 أس سالب 3 وخمسة من 100 الكل تربيع، كل كام تربيع على انصة، تطلع معاك بكام يا شباب؟ بواحد وواحد من 10 في 10 أس سالب كام؟ 5. يعني الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم يا شباب رقم ب. يبقى تاني في السؤال ده مديني البي اتش، رحت جبت الاتش، الاتش جبتها ازاي؟ شيفت لوج سالب الرقم، يعني 10 أس سالب 3 و5 من 100. خلاص كده؟ احنا عارفين ان الاتش بتساوي جذر كي اف سي اي، يبقى الكي اي بتساوي اتش تربيع على ايه؟ على سي اي. طيب الاتش تربيع خلاص معايا ب 10 أس سالب 3 و5 من 100 الكل تربيع على السي اي، مديني مولات وحجم، اقسم الايه؟ المول على الحجم، بس لازم يكون باللتر، احول من ايه؟ من ملي اللتر بقسم على 1000، وبضرب في 10 اس سالب كام؟ 3. يبقى معنى كده يا شباب اللي انت ده على ده هيديك بقى الايه كام؟ ده تربيع على ايه؟ على التركيز، هيطلع معاك 1 1 من 10 في 10 اس سالب كام؟ 5. السؤال بعد كده عند اضافه 1 مول من مين؟ من الايه؟ من البروم على 3 وكذا جزيء، يبقى اقسم على عدد افوجادرو 6 و2 من 100 في 10 اس كام؟ 23، تطلع معاك بنص. من الغاز اكس تماما، ده كده انت نص مول من الغاز اكس، وعند اضافه 1 مول من البروم على الغاز برضو كواي اختفى تماما، يبقى هنا برضو كده يا شباب، هنا كده كام؟ 22 وكام؟ 4، يبقى ده كده نص مول. طب تعالى كده، انت هنا ضفت نص مول بروم وهنا نص مول بروم، اللون هنا اختفى وهنا اللون اختفى، هنا اللون اختفى وهنا اللون ايه اختفى. طب تعالى بقى يا شباب، يبقى عند اضافه 1 مول من البروم، يعني هنا النص مول عايز 1، يبقى الواحد مول بيعوز كام؟ 2. هنا النص مول، النص مول عايز برضك 1 بروم، يبقى الواحد مول هيعوز كام؟ هيعوز 2. يبقى انت كده انت طالب شاطر، انت حضرتك بتقول لي اللي ده نص مول، النص مول بياخد 1 بروم، يبقى الواحد مول بياخد 2 بروم، وهنا في الثاني النص مول بياخد 1 بروم، يبقى الواحد مول بياخد 2 بروم، يبقى المركب ده بياخد 2 بروم وده بياخد 2 بروم، يبقى اي حاجه فيها الكين استبعدها. بيوتين غلط، السيلين غلط، بروبان اصلا ده غلط، بروباين وايساين قول له صح، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام ده؟ يبقى ده كده القين وده كده ايه؟ القين. يبقى السؤال تاني، جبت عدد المولات، المول النص الواحد مول، النص مول بياخد 1 بروم، يبقى الواحد مول بياخد 2 بروم، يبقى في كام رابطه باي؟ 2. يبقى اذا يا شباب الاجابه هتبقى عندك رقم كام؟ رقم ده. السؤال بعد كده يا شباب بيقول لي اول حاجه يحدث التفاعل الاتي، اكس حصل له ايه؟ اكسده، وواي حصل له اختزال، يبقى هنا اكس انشط من مين؟ انشط من واي. خلاص اتفقنا؟ طيب نشوف كده يا شباب، اول حاجه لو احنا جينا بقى يا شباب نشوف السؤال بتاعنا، هنا بقت كام؟ 3 وكام؟ 53 من 100. طب نشوف كده، هاخد اكس اكسده، اكس الاكسده بتاعتها باكسدتها، اكس الاكسده بتاعتها. طيب اكس مبدئيا كده اكسدتها هنشوف، وواي كذا، انا عايز اجمع ده وده، يعني انا عايز جهد اكسده واي واختزال جهد اكسده اكس وواي، يديني الرقم 53 من ايه؟ 53 من 100. طب يلا كده يا شباب، والسؤال ده كمان فيه تعديل، معلش دي بدل ما هي موجب، بدل ما هي سالب هنخليها موجب. يلا تعالى بقى يا شباب، ناخد اول حاجه اكسده اكس مديها لي بكام؟ بسالب 8 من 10 زائد اختزال كام؟ اختزال واي، اختزال كام؟ واي. طيب طيب ريدكشن يعني اختزال، اختزال واي. طيب 76 من 100 لو جمعتهم هيطلعوا معاك سالب 4 من 100، يبقى دي كده غلط. طب تعالى نجمع رقم 2، دي بدل ما هي سالب هتبقى موجب. طيب 76 من 100 زائد ده ريدكشن اختزال، طيب لو جيت تحسبها كده يا شباب، لو احنا جينا كده نحسبها، طيب دي موجب ودي كده هتبقى سالب، السؤال ده فيه تعديل، ده موجب وده سالب. طيب خد الاختزال بتاع ده زائد سالب كام؟ 23 من 100. طيب لو جيت تحسبها
تطلع معاك 53% يبقى الإجابة هتبقى رقم كام؟ رقم ب. يبقى السؤال 39 في تعديل، الإجابة رقم 2، دي بدل ما هي كانت سالب خلاها موجب، ودي بدل ما هي سالب خلاها بدل كانت موجب خلاها إيه سالب، يعني هنعكس الإشارات، السالب خليه موجب والموجب خليه إيه سالب. طب نشوف اللي بعدها، الأكسدة بكام؟ بكذا، والاختزال بكذا. طب لو جينا نحسبها كده، 1 و181 زائد كام؟ سالب 8/10. طيب يطلع معاك بكام؟ ب 38%، فدي كده غلط. طب اللي بعدها كام؟ 1 وكام و67، 1 و67 زائد كام بقى؟ سالب كام يا مستر؟ 76%. كام؟ 91%. يبقى دي رقم غلط، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم ب. يبقى سؤال 39 في تعديل، الله يبارك لك. هتعمل ايه في السؤال 39 مستر؟ في الاجابه رقم ب، الموجب السالب خليه موجب والموجب خليه ايه سالب، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ب. طيب عند تفاعل ايزومير حمض الفي سالك، حمض الايه الفي سالك، مع وفره من الصودا الكاويه، من ايزومير حمض الفي تروف سالك، اهو حمض التيروف سالك، لما يتفاعل مع وفره من الصودا الكاويه مع NaOH مبدئيا كده هو مش هيدي هيدروجين، هو هيدي ميه، اتفقنا؟ طيب هنا التيروف سالك، يبقى ده كده هيخرج مين؟ هيخرج الOH، سوري هيخرج هنا ايه؟ H، وده هيخرج H، وده هيتحط مكانه Na، وده كده Na في الاخر، يعني ده كده المركب الناتج، ومين هو ميه، يبقى الاجابه هتبقى رقم كام؟ رقم ب. واحد يقول لي ده اصلا هو ده كده حمض التيروف سالك اللي هو مديهولك، هو عايز الايزومير بتاعه، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده يا شباب، اكس واي زد ثلاث مركبات عضويه تستخدم في صناعه الاسباق، صناعه مركبات الايه؟ الاسباق. طيب لو انت جيت بقى اكس عضوي وله ايزومير لا يكون روابط هيدروجينيه بين جزيئاته، وواي غير عضوي، احنا كده واي غير عضوي، يبقى احنا كده عارفين اللي هو بيستخدم في صناعه الايه؟ الاصباغ. طيب هنا بيستخدم في صناعه الاصباغ في 2 او كام؟ او 5. طيب ده كده ايه؟ غير عضوي. طيب بعد كده زد ابسط مركب عضوي ويحدث فوران مع كربونات الصوديوم، يبقى زد ده كده حمض، زد حمض ابسط حمض عضوي ويحدث فوران مع كربونات الصوديوم. يبقى هنا انا عايز مفتاح الاجابه، اكس ابسط حمض عضوي، ابسط حمض عضوي هو حمض الفورميك. طيب يبقى كده دي استبعدتها، لا ثواني انا عايز زد الله يكرمك، هنا زد حمض الاسيتك، وهنا سي هنا اكس واي زد، دي تبقى زد برضو مش سي. طيب هنا اكس واي زد ماشي، ودي هنا كده برضك دي زد. طيب يبقى انا هستبعد دي، وهستبعد اجابه كمان رقم الف، خلاص بقى عند الاثنين ب، الاجابه كام؟ الاجابه ب، والاجابه كام؟ د، اللي فيهم حمض فورميك وخامس اكسيد الفانيديوم معايا. طيب بيقول لك اكس عضوي وله ايزومير لا يكون رابط هيدروجينيه، يعني استر. طب فورمات المصايل الايزومير بتاعها حمض بس بيكون لك رابط هيدروجينيه، فاستبعدتها، يبقى عندك الإجابة هتبقى رقم كام؟ رقم رقم ب. طيب يبقى تاني السؤال، اكس عضوي وله ايزومير لا يكون روابط هيدروجينيه، طيب ما ينفعش اكس يكون مين؟ يكون استر، خلاص استبعدت دي واستبعدت دي في الاساس. طيب تعالى بقى هنا بيقول لي ان اكس عضوي وله ايزومير، طب مفيش مشكله حمض، مفيش مشكله. طيب خامس اكسيد الفانيديوم معايا تمام، ولكن هنا السؤال رقم زد قال لك ان زد ابسط حمض عضوي يحدث فوران مع كربونات الصوديوم، يبقى حمض مين؟ الفورميك، يبقى الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ رقم ب. السؤال بعد كده، طيب بيقول لك ايه؟ ادرس المخطط التالي، بيقول لك ان بي يتفاعل مع ان او اتش سي او فاداني ايه؟ خلاص كده؟ طيب ايه؟ طيب وهنا سي 7 اتش 16 مع امرار شبكه من البلاتين فاداك ايه؟ يبقى ده كده ايه؟ طولوين. والمركب ده كده يا شباب CH2COONA، ده المركب ده عشان اعمل له تقطير كاف. هنا ده لما يتفاعل يبقى هيديني خلاص الطولوين مع الكلور في وجود، يبقى عندك يا اما في القرصه يا اما الاحتمال الثاني هيكون في الباره زائد مين؟ زائد HCl. طيب ايه بنزين عطر؟ قول له غلط، استبعدت دي واستبعدت دي. ايه طولوين؟ تمام بي بقى، يلا بي CH2
سي 6 اتش 5 سي اتش 2 سي 1 هنا دي صح ودي صح تمام. سي بقى سي سي بقى يا شباب كده لو جينا نبص على سي، طب هنا مجموعة الطولين. طيب سي بقى يا شباب سي خليط، احنا كده مستبعدين دي ومستبعدين دي. طيب سي ميتا كلورو تولوين، قول له لا ده خليط من قرص وبارة، يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ رقم تالت. طيب رقم 43 بيقول لي إذا علمت أن حاصل الإذابة لهيدروكسيد الألمونيوم كذا أيا مما يلي صحيح. طب هو مديك حاصل الإذابة، هات درجة الإذابة زي ما احنا عارفين AlOH باي كام؟ باي 3، بيتفكك إلى Al موجب 3 زائد 3 او اتش سالب. افرض ان دي اكس ودي 3 اكس، يبقى كي اس بي بتساوي حاصل ضرب الاكس في 3 اكس الكل تكعيب. يبقى هنا يا شباب 3 تكعيب 27 تكعيب في اكس، يبقى 27 اكس اس كام؟ 4، بتساوي كام بقى؟ 2 و7 في 10 اس سالب 11. يبقى انا عندي الاكس، عندي مين؟ الاكس. الاكس بتساوي الجذر اس 4 كام بقى؟ 2 و7 في 10 اس سالب 11 على كام؟ على 27. يبقى كده يا شباب هنا شيفت، هنا 4 جذر اس 4 يا شباب، جذر اس كام؟ 4. هنا بقى كده كام؟ 2 و7 في 10 أس سالب 10 أس سالب 11 على 7 وكام؟ 20. تطلع معاك بكام يا شباب؟ ب 1 في 10 أس سالب 3. يبقى 1 في 10 أس سالب 3، 1 في 10 أس سالب 3 بس بوحدة المول لكل لتر، ماشي بوحدة المول لكل ايه؟ لتر. 1 في 10 سالب 3 بوحدة المول لكل كام؟ لكل ايه؟ لكل لتر. يبقى احنا كده لو جينا نحسبها 1 في 10 اس سالب كام؟ 3 بوحدة المول لكل ايه؟ لكل لتر. طيب بوحدة المول لكل لتر، يبقى تاني جبت الاكس 3 اكس تكعيب يبقى ب 27. طيب اكس تكعيب في اكس باكس اس 4 بيساوي 2 و7 من 10 في 10 سالب 4، يبقى الاكس بتساوي الجذر اس 4 2 و7 في 10 سالب 11 على كام؟ 27. طلعت معايا بكام؟ ب 1 في 10 سالب 3 مول لكل لتر. يبقى دي كده غلط ودي كده غلط ودي كده ايه؟ غلط. طيب دي كده غلط ماشي ودي كده غلط. طيب تعالوا كده عشان نكون ماشيين، دي معايا صح يعني دي كده صح معايا لحد الآن. طب هنا مديها لي بالجرام، طب ما تيجي كده نحولها برضك لجرام. طيب الكتلة المولية بتاعت ALOH باي 3 ALOH باي كام باي 3؟ 27 وب 16، 3 في 16 ب 48 زائد 3 تطلع معاك 78. طب لو ضربت الرقم ده في 78 هيطلع معاك 0.078 بالجرام لكل لتر، دي صح ودي صح، دي بالمول ودي بالجرام. ولكن اللي هيحدد بقى قيمه البي اتش، عايز اجيب البي اتش. طب ما انا معايا الاو اتش، الاو اتش درجه الذوبانيه، درجه الذوبانيه بكام؟ ب 10 سالب 3، يبقى الاو اتش بتساوي 3 في 10 اس سالب 3، يبقى البي اتش بتساوي البي اتش بتساوي البي او اتش. هنا كده هنجيب البي او اتش بتساوي سالب لوغاريتم الرقم ده، سالب لوغاريتم 3 في 10 أس سالب 3 تطلع معاك ب 2.52، يبقى البي اتش بتساوي 14 ناقص 2.52 يبقى 14 ناقص أنص يساوي كام يا شباب؟ 11.47، 11.48. يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم كام؟ د. يبقى السؤال ده تاني يا أولاد باختصار، جبت درجة الذوبانية، فرضت إن ده إكس وده إيه؟ 3 إكس. طيب كي اس بي كده بتساوي حاصل ضرب الاكس في 3 اكس لكل تكعيب، يبقى كده كي اس بي بتساوي لو حسبتها 27 اكس اس 4، اكس طلعت معايا بكام؟ ب 1 في 10 سالب 3 مول لكل لتر، فدي صح. جيت احولها بالجرام ضربت في الكتله الموليه طلعت برضك صح. طب مستر ما هي قدامك صح ايه؟ خلاص ما انا عشان البي اتش هي اللي هتحدد معايا او اتش درجه الذوبانيه، فرحت جبت مين؟
جبت التركيز، تركيز بيساوي درجه الذوبانيه في عدد المولات، تركيز الاو اتش ب3 في 10 سالب 3، فجبت البي او اتش يا اولاد طيب سالب لوغاريتم الرقم ده طلع معايا 2.52، فانا عايز البي اتش ب14 ناقص انص تطلع معاك الاجابه رقم كام؟ رقم ده. السؤال بقى بعد كده، عند امرار كميه من الكهربيه في ماسور نيتريد الليثيوم انفصل 2.1 من الليثيوم، فان حجم الاكسجين المتصاعد. طب صل على النبي، الليثيوم بكام؟ ب7. كل 7 جرام بيعوزه كام؟ واحد فرادي. يبقى كل 2.1 جرام هيعوز قد ايه اكس؟ يبقى اكس بتساوي كام بقى؟ 2.1 على كام؟ على 7. تطلع معاك بكام اكس؟ تطلع معاك ب3 من 10 فرادية. طيب تعالى بقى، النيتروجين مش النيتروجين غاز؟ المسألة اهي تكملة المسألة. النيتروجين الواحد مول من النيتروجين بيشغل حجما قدره 22 وكام؟ و4. يعوز كام فرادية؟ 6 فرادية. يبقى 3 من 10 فرادية هيعوزوا حجم قد ايه اكس؟ يبقى اكس بتساوي 3 من 10 في 22 و4 يساوي على كام؟ على 6. يساوي كام يا شباب؟ 1.12 من ايه؟ من 100 ايه؟ لتر. يعني الاجابه عندك هتبقى رقم كام؟ د. طيب السؤال اللي بعد كده، الرسم البياني يوضح العلاقه بين عدد الالكترونات في المستوى الفرعي 3D لعناصر السلسله الانتقاليه الايه الاولى. سمي اللبع ده كده مين؟ سكنديوم، تيتانيوم، فانديوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. فبقول لك هنا استنتج اللون الذي يمتصه. مستر هو انا احفظ اللون الالوان؟ لا، بص يا عم، اف ده اللي هو مين؟ الحديد. حديد 2 بيظهر باللون الاخضر، يبقى بيمتص اللون في جروب. طيب يبقى بيمتص اللون، هو بيظهر بلون اخضر، بيمتص بيظهر باخضر، يبقى بيمتص لون مين؟ احمر. طيب يبقى حديد 2 بيظهر بالايونات، حديد 2 بيظهر باللون الاخضر، يبقى بيمتص صح. طيب والذي يعكسه مين؟ اتش موجب 2. فين اتش يا اولاد؟ اتش اللي هو مين؟ النيكل. طب ما النيكل يا اولاد لو جيت تبص كده، النيكل ده النيكل يا مستر نفس الكلام زي الحديد بالايه بالظبط. ايونات النيكل موجب 2 برضك نفس الكلام، بتظهر بلون مين؟ اخضر، يبقى بتمتص برضك لون ايه؟ احمر، نفس الالوان. هترجع لجدول المفاهيم، رتب العناصر اي واف وايه على حسب النشاط. فين اي؟ ادي كده اي نحاس، وايه اللي هو السكنديوم، واف اللي هو الحديد. يبقى مين انشط؟ هيكون عندك ايه ثم اف اللي هو الحديد ثم مين؟ الاي اللي هو قال لهم نشاطا اللي هو مين. الحمد لله خلصت معاك الاختبار رقم كام؟ رقم 1. ان شاء الله كده يا شباب اشوفك في الاختبار التاني، وهو الاختبار رقم كام؟ رقم 2.